هلا والله متابعينا الكرام، مقطع جديد وفيديو جديد معكم سيد حميدو، واليوم راح نلعب معكم لعبة البيس 2021 طور الماستر ليج. طبعا بالحلقة الماضية صرنا مباريتين، واليوم نحن أقوى إن شاء الله، راح نفوز ونتقدم في الدوري، وبتمنى ينال إعجابكم، ولا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. خليكم معنا. وحاليا رجعنا لكم متابعينا، مثل ما لكم شايفين لعبنا 3 مباريات استعدادية، 2 عرضناها قدامكم وواحدة تخطيناها، لأنه بصراحة خلص خسرنا، يعني طلعنا من البطولة الودية. ولكن حاليا اليوم راح نشارك بطولة الكأس السوبر الأسباني، راح نلعب مع ريال سوسيداد، وإن شاء الله يحالفنا الحظ ونأخذ البطولة. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا الآن بداية المباراة بين ريال سوسيداد وريال مدريد ضمن بطولة كأس السوبر الأسباني. مودريتش، فينيسيوس، يا سلام عليك يا فينيسيوس، حلوة بنزيمة، قلب الآن، تعدي قلبة، تسديدة، يا حرام يا قلبة، قلب اليوم صراحة هو كظهير أفضل من هو قلب دفاع. اوفسايد على فينيسيوس جونيور. بنزيما، يا سلام عليك يا بنزيما، لوكا مودريتش، سدد لوكا مودريتش، اوه فاول على ريال سوسيداد لمصلحة ريال مدريد. تسديدة، تصدي الحارس ولا أروع، وتذهب الكرة إلى ركلة ركنية. أوه هذه كرة خطرة، هذه كرة خطرة، يسدد، تصدي ولا أروع من كورتوا، كاد أن يكون الهدف الأول لريال سوسيداد، لكن كورتوا في الوقت المناسب. هنا الآن هجمة مرتدة، لكن يصفر الحكم معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 0-0. رأينا سيطرة واضحة لريال مدريد. وهنا الآن سيداتي سادتي آنساتي، يعلن الحكم بداية الشوط الثاني بتعادل الآن الفريقين 0-0. هل سوف تتغير النتيجة أم تبقى على ما هي عليه؟ هجمة الآن خطرة لريال مدريد، يا سلام عليك يا دفاع، هذه كرة الآن خطرة، هجمة مرتدة لريال مدريد، ريال مدريد، هازارد 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 هازارد، هل يفعلها هازارد؟ سدد، يا سلام، افرح يا روبرتو كارلوس، افرح يا روبرتو كارلوس، ايدين هازارد يسدد الهدف الأول لريال مدريد، يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا هازارد. قلت لكم بأن هذه التغييرات سوف تأتي بالهدف الأول لريال مدريد. كرة ولا أروع من كريم بنزيما، وإنهاء هو أروع من هازارد. يا سلام عليك يا هازارد. شوفوا الكابتن كريم بنزيما ماذا يفعل. يا سلام عليك يا بنزيما. شوفوا هازارد بكل ثقة وكل راحة واطمئنان يفعلها ويسدد الهدف الأول. وهنا الآن هل يفعلها؟ أوه خطرة خطرة خطرة، تجديد، لكن الحظ وقف مع كورتوا، تذهب الكرة إلى رمية مرمى لريال مدريد. هل يفعلها ريال سوسيداد؟ كاد أن يكون التعادل لريال سوسيداد. الحظ مرة أخرى يقف بجانب ريال مدريد. يا سلام عليك، تسديدة ولا أروع، ينقصها بعضا من الدقة لكي تصبح هدفا. هنا الآن نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي. أوه هنا فاول على توني كروس. خلاص الحكم الآن، هل يصفر الحكم؟ نعم بالفعل سيداتي سادتي آنساتي، يعلن الحكم نهاية هذه المباراة بفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد عن طريق النجم ايدن هازارد.
وهون متابعينا مثل ما لكم شايفين ربحنا المباراة الأولى 1-0 على ريال سوسيداد، مباراة كانت صعبة بالأخص بالدقائق الأخيرة، كانوا عادلونا وما خلونا نفوز هاي المباراة، بس ولكن الحظ وقف نوعا ما بجانبنا في آخر الدقائق. حاليا راح نلعب الإياب كمان مع ريال سوسيداد ولكن في أرض ريال مدريد، خليكم معنا. وهنا الآن سيداتي سادتي آنساتي، يعلن الحكم بداية هذه القمة النارية، إياب كأس السوبر الأسباني بين ريال مدريد وريال سوسيداد. هل الريال يتوج في هذه البطولة أم أن لريال سوسيداد رأي آخر؟ هنا كرة خطرة الآن، الله، باكر باكر للسعي هازارد، أوه. تسديدة من هازارد لكنها خارج المرمى. هنا كرة خطرة الآن، ماذا تفعل يا ميليتاو؟ ريال سوسيداد يسدد التعادل، وهنا روبرتو كارلوس منزعج تماما من هذا الخطأ الدفاعي. يا حرام عليك يا ميليتاو، شوفوا، ميندي، يا ميندي ماذا تفعل يا ميندي؟ ماذا تفعل يا ميندي؟ خطأ فادح من ميندي، وبهذا الخطأ ريال سوسيداد يسجل الهدف التعادل. ميندي ماذا يفعل في قلب دفاع ريال مدريد يا ناس؟ ماذا يفعل في قلب دفاع ريال مدريد؟ خيار خاطئ جدا من المدرب صراحة في إشراكه كقلب دفاع في هذه المباراة. كرة عالية من لوكا مودريتش خارج المرمى من كريم بنزيما. هنا كرة خطرة الآن لكريم بنزيما، هل يفعلها بنزيما؟ يا سلام عليك، يا حرام يا جارث بيل، جارث بيل لم يحسن التصرف بهذه الهجمة. هنا كرة خطرة الآن لريال سوسيداد لكن كورتوا في الوقت المناسب. مباراة مجنونة صراحة، مباراة رائعة، مباراة شهدت الفرص من الطرفين. يا سلام عليك، مودريتش الآن يقود هجمة مرتدة. يا سلام، يلا يا ميندي، ميندي عالية لبنزيما. هنا الآن توني كروز تسدد لكنها تصطدم بالدفاع. يا سلام عليك يا هازارد، كرة رائعة الآن، فرناندو ميندي الآن يتقدم. يا سلام عليك يا حكومة، كريم بنزيما يفعلها ويسدد الهدف الأول لريال مدريد. خلاص يا ريال مدريد، يا سلام، كرة ولا أروع. شوف التمريرة، شوف الهدوء من بنزيما بتسديده للهدف الأول، بالفعل كرة ولا أروع. الآن في هذا السيناريو احتمالية الهدف واردة لريال سوسيداد، إذا أتى بالهدف فباي باي ريال مدريد وأهلا بريال سوسيداد في الكأس. يا سلام عليك يا فاسكيز، راح جارس بيل، راح بيل، وين يا بيل، ماذا تفعل يا جارس بيل؟ وبالفعل هنا سيداتي سادتي آنساتي، ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الأسباني. وإلى هنا سيداتي سادتي آنساتي تنتهي تغطيتنا لهذه المباراة، ودمتم في أمان الله. هون متابعينا مثل ما لكم شايفين حققنا البطولة وتعادلنا مع ريال سوسيداد في الإياب، لكن الأفضلية إن بالفوز بمباراة الذهاب 1-0. حاليا هون في مفاوضات صاير عنا كارفخال مطلوب لنادي نابولي ب 35 مليون يورو. كارفخال ليس للبيع، اعتذر منك يا نابولي.
اوه توني كروز نيوكاسل ايضا نعتذر عن هذه المفاوضة. ايسكو من اتلتيك بلباو ب 11 مليون. لا 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 لا، مبلغ تافه جدا صراحة، 11 مليون ولا اي شيء. يلا روح اشتري لاعب مثل ايسكو ما بتلاقي بهالسعر. اوه جاريس بيل 11 مليون، شو هالمهزلة يا زلمة، شو هالمهزلة بهالسوق التعاقدات هذا. انهي يا معلم انهي، خلاص نهينا كل المفاوضات. حاليا انا راح اجرب تجربة، راح نحاول نجيب هالاند. شو رأيكم هالتعاقد هذا؟ حاليا في الواقع كان ريال مدريد بده مبابي، ولكن انا بعكس حاليا هاي السنة انا بدي اروح احصل على هالاند. نعم نحن فريق ريال مدريد. شوف رسوم الانتقال، نادي بروسيا دورتموند ما عنده اي مشكلة يعني، والراتب 12 مليون يورو، والعقد راح يكون 5 سنين. شرط الجزائي راح يكون 164 مليون يورو. حاليا راح ننتظر رد بروسيا دورتموند على هذا العرض. على ما اعتقد راح يوافق بروسيا دورتموند، لانه ريال مدريد اللي عم بيقدم الطلب مو اي نادي اخر. هون اول مباراة انها راح تكون مع اتلتيك بيلباو. هون الان روبرتو كارلوس اول لقاء صحفي له في الدوري، في بداية الدوري. ما هو شعورك وأنت متجه نحو مباراتك الأولى؟ البداية القوية الأساس في إحراز اللقب، سنجعل المشجعين فخورين، نحن مستعدون لهم. البداية القوية هي الأساس للفوز باللقب، طبعا هذا الشيء أكيد. وهنا الآن هذه بداية الدوري الأسباني، ريال مدريد واتلتيك بيلباو، ملعب الفريدو دي ستيفانو. وهنا بداية هذه المباراة، بسم الله على بركة الله. هنا كرة خطرة الآن، ويليامز هل يسدد الأول؟ ويليامز، لكن الكرة بيد الحارس كورتوا. يا سلام عليك، هنا كرة خطرة الآن إلى جارث بيل. يا سلام عليك يا جارث بيل، راح جارث بيل يا بيل. ما هذه التسديدة يا جارث بيل؟ وهنا إيدن هازارد يسدد. هنا خطرة الآن، مونياين يسدد، بيلباو يحرز الهدف الأول عن طريق مونياين. شوفوا هنا روبرتو كارلوس، هذه البداية، اسمعوا صافرات الاستهجان من جمهور ريال مدريد. يا أخي هدف ولا أروع من مونياين، تسديدة رائعة، لكن شوفوا تمريرة كاسيميرو الخاطئة وسوء التغطية من لوكا مودريتش على هذه الكرة. عاد الجمهور، عاد لتحفيز لاعبيه. هل تكون الخسارة الأولى لريال مدريد في الدوري بداية افتتاحية هذه الموسم؟ هي صعبة صراحة تخسر أول مباراة بين أرضك وبين جمهورك وأنت كنت متوجا بلقب السوبر الأسباني. هنا كرة الآن، فرناندو ميندي إلى جارث بيل. الله 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 عليك يا توني كروس، ماذا الهدف الصاروخي! تسديدة ولا أروع، تسديدة لا تصد ولا ترد، صاروخ أرض جو من توني كروس. هذه هي أهداف توني كروس التي تعودنا عليها وتعودت جماهير الريال.
يا أخي، هدف ولا أروع، هدف ولا أمتع من هذه التسديدة. شوف فرناندو مندي عالية إلى جارد بيل، تصطدم الدفاع، وتسديدة من توني كروز. يا سلام عليك يا توني كروز. النتيجة الآن 1-1 عن طريق توني كروز، التعادل. يا سلام عليك يا ميليتاو، حلوة ميليتاو. كريم بنزيما، بنزيما عالية من فوق الحارس لكنها لم تنجح. هناك كرة خطرة من بنزيما، يا الله، ما هذه الأهداف اليوم من ريال مدريد، كلها تسديدات ولا أروع. يا سلام عليك يا كريم بنزيما، شوف 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 شوف، يا الله، تسديدة ولا أروع ولا أمتع. خلاص أتلتيك بلباو سدد الهدف الأول وابتعد عن هذه المباراة. يا سلام عليك يا هازارد، تسديدة بنزيما، الله 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 عليك، ثنائية ولا أروع. شوفوا أسيست هازارد، يا سلام عليك يا هازارد، يا سلام عليك يا هازارد. بنزيما يسدد الهدف الثالث لريال مدريد والثاني له في هذه المباراة. خلاص هذه المباراة صراحة اتجهت باتجاه واحد وهو باتجاه ريال مدريد، ريمونتادا ولا أروع. كادت النتيجة 1-0 لبيلباو، أصبحت الآن 3-1 لريال مدريد. خلاص روبرتو كارلوس الآن أمن على هذه المباراة، النتيجة الآن 3-1 الدقيقة 75. لكن هنا خطر هذه الكرة، مونياين، هل يفعلها مونياين؟ هل يسدد مونياين؟ مونياين، يا الله يا مونياين. شوف شوف شوف، تخطى ألابا وتخطى مارسيلو وسدد الكرة على يمين كورتوا. هنا الآن الركنية لريال مدريد، هل يأتي الرابع؟ هل يأتي الرابع؟ بنزيما، الله يا بنزيما، رأسية ولا أروع، لكن لم يحالفه الحظ وتذهب إلى خارج المرمى. هون متابعينا مثل ما شفتوا انهينا هاي المباراة الافتتاحية، فوز ريال مدريد 3-2. طبعا اتلتيكو بلباو بداية الشوط الاول كان خطير كتير، سجل الهدف الاول، لكن توني كروس وكريم بنزيما كان لهم كلمة الحسم، انهوا المباراة صراحة 3-2. وبكون هون متابعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى يكون نالت اعجابكم ودمتم بخير. لو متابعينا بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى يكون نالت اعجابكم، ولا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.